ولكن الخيل عاون كثيرا المرينج في دوري الابطال. الريال بطل ولا يناقش احد، 11 مباراة فائز، تعادل وحيد وهزيمة وحيدة. الملك قلت لكم انه اسباني وملك اسبانيا، ولكن هو مدريدي القلب والهوى، وهو يعبر باللسان لكاسياس: ارعبتموني بيني وبينك، ولكن فزنا بالاخير. اربيلوا خيسي، هذا ريال 2014، فكيف سيكون ميرينج 2015؟ ممكن ببوجبا وممكن بسواريز، معهما الريال سيكون دنيا اخرى. النوفينا حضر فيها فقط من هذا الجيل كاسياس، وفي الدسمة يرفعها كاسياس، اخر كابتن رفعها 2002 هو فرناندو هيرو. تتوالى الاسماء، تتعاقب الاجيال، والريال يبقى نادي البطولات. ترفع العاشرة العالية الغالية يا ايكار، كاسياس والريال كامبيون دي اوروبا، الشامبيون دوروب، بطل اوروبا، الكامبيون دي اوروبا. لا جازيتا ستفرح للريال من اجل كارلو انشيلوتي، والماركا صاحبة الرداء الابيض ستعنون لديسيما ميتيكا اسطورية يا المرينجي. وصحافة الضاد ووكالات الانباء الناطقة بلغتي ولغتك ستعبر وتقول: في ماتش مجنون اهدر الاتلتيكو لقب تاريخي، راسية راموس تعيد الريال لحلم العاشرة. وفي الشوط الثاني جاهزية وجوهزية مدريد تجهز على الاتلتي لتكون العاشرة جاهزة يا المرينجي. الريال لديسيما المستحقة، قبلها أنت يا بيل، عانقها أنت يا ولد الحمامات. الياسمين ينتظرك هناك، سيكرمونك أولاد بلدك هناك. ترفع كأس غالية بباسبور ألماني، ولكن بإرث وقلب وعقل تونسي. سيرخيو راموس، كما أنت كبير يا زيدان، قلتها في سنة الآن قد أختتمها: كما أنت رائع وكبير يا راموس. كارلو أنشيلوتي مدرب النهايات، أنشيلوتي لا يفشل في الفينالات. الكأس ترفع من هناك برمزية الاحتفال، وأخوان كارلوس يهديها له راموس ويقول له: هذه لك، مثل ما هديناك الأوروكوبا والمونديال، هذه الشامبيونز لك كمدريدي وكإسباني. وغدا سنلعب من أجل الورد كاب، شامبيونز ليج، تصل إلى مداها الأخير. 2014 بورلا ديسيما، وتحققت الديسيما أيها المشجع والمناصر. الريال وهلا مدريد، ترفع هنا وتعنون وتسمع ونستمع إليها في قلب لشبونة. الريال يكسر كل الأرقام، الأرقام تكسر من الريال. رونالدو أنشيلوتي أول مرة يفوزون في لشبونة. إنها بحق، إنه فعل ليلة تاريخية من أفعال النجوم، من أقدام الرجال، من كتيبة ريال العاصمة مدريد. ريال مدريد بطل أوروبا 2014، سيلعب السوبر ضد إشبيلية، وسيقاتل من أجل مونديال الأندية. ستصعد المغرب هناك بالريال، وهم كثيرا منهم يعشقون الملكية. عرب أتوا هنا واستمتعوا بالشامبيونز والفير بلاي وقيمة الأبطال، ماركتينج وبزنس وكورة ورهان وأجواء وأفراح. رونالدو يفرح اليوم، يضحك اليوم، رونالدو الكوماندانتي يؤكد أن لا صوت على وسيعلو فوق صوت مدريد الروسية. 10 ألقاب للريال، 7 كؤوس للميلان، والقادمة لمن؟ 2015 موعدنا. سأشكر كل الزملاء الذين تداولوا على التعليق في دوري أبطال أوروبا 2014، كل الأسماء التي قدمت وحللت، وإن شاء الله نلتقيكم بعد أسبوعين هناك من أرض السامبا على شواطئ كوباكابانا، أقصد من الماراكانا. برازيل تنادي العالم وتنادي الجميع. تحياتي عصام الشوالي، ولن عودة لزميلي نختار بالريش، نختار تفضل. Thank you.